اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما سنات وأبو لك بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدع يا معيد يا فعال لما يريد ويا ذا العزة التي لا ترام والملك الذي لا يضام ويا من نوره أركان عرشه ويا مغيث أغثني ويا مغيث أغثني ويا مغيث أغثني إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الله كبير الله ولا زد لا ولا ند لا ولا جور لا ولا شبح لا ولا عد لا ولا مثل لا ولا كفو لا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه وادخله في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه وادخله في الجنة. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها وأدخلها في الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب, ہمارے دادا دادی, ہمارے نانا نانی, ہمارے خاندان کے تمام مرحومین کی زندوں کی مغفرت فرما دے. اللہ تمام کی مغفرت فرما دے, ہمارے ماموں کی, ہمارے بھائی بہنوں کی, ہمارے گھر والوں کی, ہمارے خاندان کے تمام فرد کی. اے اللہ ہمارے محلے والوں کی تمام کی مغفرت فرما دے, تمام جمع المومنین و مومنات کی مغفرت فرما دے یا رحم الراحمین. ہم سب کو بخش دے یا رحم الراحمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا رحم الراحمین, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو قبول فرما لے یا رحم الراحمین, ہم سب کو بخش دے یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے میں معاف فرما دے, بخش دے, ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یا رحم الراحمین, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کو درجات کو بلند کر دے یا اللہ. ہمارے والدین کی, ہمارے تمام گھر والوں کی, اہل و عیال کی, عزیز و اقارب کی, رشتہ داروں کی, محلے کے تمام مسلمانوں کی, اے اللہ مغفرت فرما دے یا اللہ یا ارحم الراحمین. محلے کے تمام لوگوں کی جو جو انتقال کر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رحم کرم فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.